نبقى بأجواء الفن ونروح لشفق، هو العنوان الذي قدم فيه 52 فنان من الشباب لوحاتهم التجريبية بمحاولة للبحث عن التجديد. هذا المعرض أقيم بالمركز الثقافي بكفر سوسة. لنتعرف أكثر عن هذا المعرض وعن تجارب الفنانين الشباب، معنا بالاستوديو لليوم الفنان التشكيلي عمار هاشم. أكيد لنحكي أكثر ونتوسع عن تفاصيل المعرض وشفاق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك عمار. يعني عم نحكي عن معرض جماعي للشباب، خلينا نحكي عن تجربتك ومشاركتك فيه هالمرة. يعني التجربة كانت كتير حلوة وكانت كتير مميزة، وكان في نقلة نوعية بين ما شارك فيه مسبقا وبين المعرض تبع كفر سوسة تبع المركز الثقافي. يعني كان في تحسين حلو من ناحية الشغل والأداء. تمام. من ناحية الفنانين كلهم. تمام. يعني خلينا هيك نرتاح شوي، نحكي أكثر عن اللوحات. يمكن نحن سألتك تحت الهواء أنه شارك 52 فنان، فقلت لي كل حدا بشي، حدا طبيعة صامتة، حدا يعني بالفن التجريدي البورتري، هدول القصص بدنا تخبرنا أنت عنه. هلأ أنا بمجالي مجال الخط، يعني أنا صراحة ما بعيد عن هدول المجالات. تمام. يعني أنا ما بفهم أنه أشرح لك عنهم. هلا كان كذا حدا يعني شيء مختص بالتجريدي، في كذا فنان مشترك بالتجريدي كذا فنان مشترك بالطبيعه الصامته. انا كنت خلينا نحكي عن تجربتك انت عمار، شو حسيت انه انت متميز عن الباقيين، او شو النقاط اللي انت حبيت تركز عليها بهي التجربه؟ هلا لوحاتي بيحكوا عن حرف الضاد اللي هو بيجمع اللغه العربيه، وكانت اللوحه مجزأة لاربع لوحات. وهلا عم يمروا معنا على الهواء. أيه. عم نشوفهم. وكان في لوحه ثانيه، اما ان ترتوي بمن تحب او تعطش حتى تجف، هي بتعبر عني شخصيا. وكان معرض جميل. يعني قلت انه في جمله بتعبر عنك شخصيا، دائما الفنان اللي بجواته بيطلع لبرا. أيوه. حتى الفنان هو ابن 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 المحيط، في البيئه اللي هو قاعد فيها بتعكس اي شيء بيطلع لبرا. ليش بتعبر عنك؟ احكي لي. خلص خليه سر بيني وبين حالي. دائما الخط هو يعني الخط ايضا كمان فن بحد ذاته. يعني دائما نحن بنشوف صحيح بتختلف الخطوط بخط كوفي خط خطوط، ولكن الخط هو الفنان وقت يرسمه كمان له بصمه وله روح. دائما قديش تعطي من روحك للخط؟ والله يعني كثير وقت وكثير شغل وكثير تدريب، ويعني عم حاول اطلع عن الجو التقليدي ومتخصص بالخط السمبولي. وهذا يعني عم بشتغل عليه. نعم. عمر هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه. يعني شاب مثلك دائما نحن الشباب بنتلهوج مثل ما بنقول، بنروح على الحداثه، انت رايح على الخط العربي، ومثل ما ذكرت يمكن في انواع كثير للخطوط، اخترت منهم نوع معين. خلينا نحكي عن بداياتك، كيف اكتشفت حالك انه انت بتحب الخط العربي؟ بداياتي من انا وصغير كنت روح لعند عمي الفنان تشكيل عبد اللطيف هاشم، واخواتي كمان كثير بيحبوا هاي المجال. بقى كنت اقعد روح لعند عمي، ما اشوف عمي، انا اقعد اتفرج على اللوحات تبعه وهيك كنت اقضيها. يعني انا مثلا اوقات بروح على الجامع ما بطلع على الخطيب، بقعد اتفرج على الزغرف يعني العربي. يعني وين كنت تشوف خط عربي كان يلفتك الموضوع؟ بالضبط. تماما. يعني مثل ما حكينا نيرمين، دائما الخط العربي مثل ما قلتي هو جامع بين الاصاله وايضا هلا الحداثه. وكفنان مثلك شاب اكيد دائما يعني بيتميز الفن بانه نجمع بين الاصاله الماضي وعراقه الماضي وحداثه الحاضر. كيف قدرت تجمع؟ لانه نحن من خلال هدول الصور يمكن شفنا ايضا شيء مميز، شيء حديث. صحيح سالي، وحتى عم نشوف في لونيات عم يستخدمها. صح. يعني شغل كتير حلو مثل ما قالت سالي، عم تجمع كنت بين العراء، بين الحداثة وبين إذا بدنا نقول القدم مع بعض. دائما يمكن كل تجربة أنت بتكون بتحب تشارك فيها بتقلت أنت عم تطور أدواتك. تمام. خلينا نحكي عن شفق بهي المشاركة، كونها مشاركة جماعية. في هيك بعض الشباب بيقولوا سالي يمكن ما كتير بحب أكون بمعرض جماعي، بضيع شغلي أو ما بيبين. صح صح صح. كيف لقيت التجربة بالمعرض الجماعي؟ التجربة كانت جميلة نوعا ما، وموضوع أنه كذا حدا وخمسين فنان غيره بس غيري، بس الفكرة أنه
يعني العمل القوي هو بيحكي عن حاله يعني. صحيح. يعني ممكن تروحي على المعرض تشوفي عمل او عملين هن اقوى شيء بالمعرض. والحمد لله كان كان جميل. لازم تجيب معك كرتونه وقلم نرسم لنا هيك شيء. والله كان لازم نسيتهم بس هذيك المره يمكن كان في الاسماء. ايضا بيطلبوا منك هيك اخواتك وبنات خالتك محيطك رفقاتك اسماءهم مثلا ارسم الزخارف لا الاسماء. لا تسالي على هي القصه. قديش مثلا بتحب تشتغل لهم اياها هيك بيروح حلوه؟ احكي لنا. يعني كل يوم هي بعاني من القصه صراحه، على الفيس على الصفحه على الانستا على هي القصص كلها، كتب لي اسمي خطط لي اسمي. ما بهدا بهي الشغلات. يعني انا ونيرمين بدك تعملنا اسماءنا هلا لعيونكم. جايب بعد الهوا في لا ما بطلع من البيت بدونهم، هدول اجبار يعني. طيب عمار خلينا نحكي عن موضوع كتابه الاسماء او تشكيل اللوحات. مره بالكلمات ممكن انت ترسم لوحه، مره ممكن تكتب او تشكل اسم الشخص. نحن دائما نعرف سالي اسم الشخص اكثر شيء بيكون غالي عليه، بحبه ما بكون اسم قديم فورا بيحب يكون قدامه. شو من وين بتجيب افكار جديده لحتى تطور هذا الموضوع، او حتى يمكن في تفاصيل معينه دائما الفنان تخليه يستوحي لوحات جديدة، أنت من وين كيف بتطور حالك؟ من وين بتستوحي فكر للوحات جديدة ممكن ترسمها بالخط العربي؟ هلا في عبارة بيقولوها اللي ماله قديم ماله جديد بقى، يعني إجباري أنا بقعد بتطلع على الشغلات القديمة، لنفرض مثل لوحات عمي، أنا باخذ الفكر اللي بدي إياها منه وأنا بضيف البصمة تبعي طريقة أو ثانية أو هيك، وعم حاول أطور من شغلي. حلو. يعني دائما للشاب لا مو بس الفنان، اي حدا عنده طموح وعنده حلم بده يحققه بيسعى له، دائما نحن بنرسم بهذا الخيال انه لوين نحن بدنا نوصل. يمكن احيانا الظروف تعاكسنا، ولكن دائما الانسان بلا هدف وبلا حلم وبلا امل ما بيمشي. شو هدفك بالحياه؟ لوين حابب توصل؟ لوين حابب تكفي؟ في مجالات ثانيه انت رح تشتغل عليها غير مجال الخط؟ هلا عم حاول فوت مجال تصميم لوجو، تصاميم هي القصص، انه موضوع الخط بس انه هيك جاف يعني اذا ما دمجتيه باشياء تانية. يعني انا عم حاول فوت موضوع الرسم بالاضافه للخط كرمال انه تطور اكيد شوي. اكيد. عمار بدنا نشكرك بنهاية حديثنا لليوم، وأكيد بدنا نتمنى لك المزيد من التألق، وهيك إن شاء الله بتكون معرضك الجاي أكبر وأكبر، وعقبال ما أشوف لك أو نغطي لك المعرض الفردي لك. على رأسي. الله شكرا كثير لك. كل الشكر لك الفنان التشكيلي عمار.